يا جماعة والله العظيم ما بينفصل، العالم العظيم صاحب العلم بيبقى كمان خلوق وذو أخلاق راقية، وإذا وعد لا يخلف. فكان معانا الأسبوع اللي فات العالم الجليل الدكتور الفاضل أستاذ دكتور عبد العزيز الدرويش، أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري جامعة الأزهر. ولما دبست أنا المرة اللي فاتت كده على الهواء قلت له من فضلك أنا ما خلصتش أسئلتي، ممكن تكون معانا تاني؟ فالحقيقة هو مش مثلا يقول لي لا معلش أنا آسف حسب ظروفي، قال لي حاضر. فحاضر بيني وبينكم، قلت الفريق الإعداد بتاعنا طب تابعوا معاه كده الأسبوع ده، فمجرد ما كلموه قال أنا ما بخلفش وعدي وما اتأخرش أبدا عن أي حد بعلمي. وشرفنا النهارده مره تانية دكتور، شرفتني اهلا وسهلا، احنا حصلنا شرف. والله متشكره جدا جدا، وبصراحه انا قلت حضرتك هتعتذر. انا شاكر جدا يا فندم، ما اقدرش لان حضرتك كمان بتجي لنا من اسيوط، فمشوار كبير جدا انا عارفه، فانك يعني زي ما اقول ايه تزكي عن علمك وتشرفنا. فده فعلا كلام الناس عن حضرتك، كلام المرضى عن حضرتك، يعني في مكانه وفي محله. تحت امر حضرتك. طيب دكتور انا باخد منك بقى معلومات، يعني والحقيقه الحلقه بتاعت المره اللي فاتت لما عملت التكيسات الابيض، أيوة. مش عايز اقول لحضرتك يعني ناس شكرتني انا قد ايه، وانا بقول لهم يا جماعه انا يعني العلم كله عند دكتور، هو بس مجرد ان احنا يعني اتحيلنا عليه يجي وشرفنا. فالنهارده في حاجه ثانيه عايزين برضو نفهمها، لان برضو المصطلح مرعب. يعني ايه بطانة الرحم المهاجرة؟ هو بطانة الرحم دي أصلا موجودة الطبيعي مكانها داخل الرحم، تمام. ده الغشاء المبطن للرحم من جوه، ده البطانة الرحم. لما تبقى في أماكن غير طبيعية، غير المكان اللي ربنا خلقه فيه، ده بنسميها بطانة رحم مهاجرة. يعني إيه؟ يعني موجودة في المبيض، موجودة في قناة فالوب في الأنابيب، موجودة مثلا في الغشاء البروتوني، يعني حوالين المثانة البولية. في أي مكان هتنمو هذه البطانة غير المكان الطبيعي اللي ربنا خلقه فيه اللي هي جوه الرحم، تمام، بنسميها بطانة رحم مهاجرة. تمام. إن هجرت من المكان الطبيعي وبقت في أماكن أخرى. طب بطانة الرحم أساسا دي هل ليها فايدة؟ آه طبعا، الغشاء المبطن ده الإنسان بيتكون جواه، الإنسان ده بينغمس داخل التجويف الرحم اللي هو ربنا خلقه. هو ده اللي بيتغذى منه، هو دي الأنسجة اللي بتبقى مليانة أوعية دموية، يبقى هو ده الغذاء اللي موجود للجنين في فتراته الأولى، فده مهم قوي. طيب يعني عدم وجوده أو هجرته من مكانه ده المشكلة. إيه بقى المشكلة اللي ممكن يعملها لو هاجر من مكانه في الرحم؟ يعمل مشاكل كتيرة قوي، من ألام شديدة قوي تبقى موجودة، ألام على الحيض، ألام في الحوض، تأخر إنجاب، تبقى مشكلة، ألم على الحياة الزوجية، أيام في التواليت، تدخل الحمام، في التبرز، لو موجود في أي مكان يبقى عبارة عن أكياس دموية، على المبيض بنسميها الشوكليت سيست، وتبقى دي ألام شديدة قوي. يعني هي الأساس بتاعها ألم، والألم ده غير عادي، وفي نفس الوقت تأخر فيه الإنجاب عند بعض السيدات. طب يا فندم بطانة الرحم المهاجرة دي هل بتصيب السيدات المتزوجات فقط ولا ممكن تصيب البنات برضو اللي لسه ما اتجوزوش؟ تصيب، لا، هو البطانة الرحم المهاجرة السبب الرئيسي مش معروف ليه بتيجي، لكن هي في نظريات كتيرة أو موجودة. يعني مثلا السيدات ديت مثلا هم البشرة البيضة أكتر عرضة، السيدات اللي هم ما بيمارسوش أي رياضة والريفيات أقل، الناس الأفارقة أقل عرضة منهم، يعني من في بطانة الرحم المهاجرة، الأوروبيات أكتر بكتير. البطانة الرحم المهاجرة ليها جينات وراثية، بعض الناس بتثبت النظريات إن دي أسر يعني هي مامتها أختها خالتها كان عندهم بطانة رحم مهاجرة، ففي جين وراثي مؤثر معاهم، ده من ضمن الأسباب اللي تبقى موجودة. اضطرابات في الجهاز المناعي، بمعنى ايه؟ يعني هي اصلا الدوره لما بتيجي تنزل بتنزل مع مع الحيض وتبقى موجوده، والسيدات بتغير او البنوته بتغير، لو حصل ارتجاع للحيض وبدا يبقى في الغشاء البروتوني وبدا يبقى الدم ده موجود في الغشاء ملوث. البروتوني، يبقى ده هتنمو في على المبيض على الانبوبه، تسد الانبوبه، تبقى في الغشاء البروتوني تعمل اكياس دمويه، يعني ممكن ما يبقاش في انجاز زي ما حضرتك بتقول، وده يبقى مشكله.
يبقى ده موجود معانا. طب انا هستأذنك معلش فضل. يعني برضو في تقرير كده صغير هنشوفه فضل. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتورنا وكل البنات والستات يفضلوا قاعدين. كان معايا كان ثلاث بنات وكشفت عند الدكتور عبد العزيز درويش وعملت عمليه حجم وربنا كرمني بولد. فربنا كرمنا من ايدين الدكتور عبد العزيز واتعالجت عنده وحملت يعني معايا بنتين وولد واخت. ليا ثلاث سنين متجوزه ويعني كشفت كتير ولفت كتير وعملت اثنين صبغه وناس كتيره نصحتني على مركز الكوثر عند الدكتور عبد العزيز. لقي الانبوبه مسدوده عملها لي وانا حامل لسه جديد على ايده. ربنا يستر عليه ربنا يستر عليه ويديله الصحه والعافيه يا رب. ما الدنيا كلها كانت مقفله هو فتح الدنيا في وشي. انا كان ليا سنتين عم احمل وبسقط ناس كويسه جالت لي على الدكتور عبد العزيز. رحت الحمد لله حملت على يده ليا 7 شهور حامل. دكتور كويس خالص والمركز كويسين خالص والناس جميله خالص الصراحه. كان نفسي في بنت ورا واستاذ دكتور عبد العزيز ربنا كرمنا بالبنت على ايده ان شاء الله. دكتور عبد العزيز من النوع اللي هو يعني دايما بيزودنا بخبراته وبيعرفنا كل ما هو جديد في مجال الحقن المجهري على مستوى مصر سواء في مصر او خارج مصر، ان هو طبعا مطلع دايما على كل ما هو جديد وقت بوقت. وبعد كده عندنا هو برضو الاب المثالي لينا طبعا دايما بيدعمنا ودايما بيوقف جنبنا وبيطورنا بحيث ان احنا نبقى يعني على اول الطريق بحيث ان احنا خلاص كده احنا كده اكتسبنا الخبره كامله مكمله من عنده. بستقبل حالات وبعمل لهم ملفات العمليه وبسلمهم للمس بتاعه التمريض وبتاكد من تسكين المريض للغرفه وبجمع كل الملفات بتاعه العمليات وبسلمها للدكتور. الاول ببارك للجميله هي وجوزها اللي كانوا في اول التقرير اللي هي دلوقتي الحمد لله في التاسع وبعد ما كانت كل ما تحمل تسقط وراحت لناس كتير جدا جدا ومفيش حل وعلى ايد دكتور عبد العزيز الحمد لله. وببارك لاختنا الثانيه كمان اللي اسم الله 10 سنين ما بتخلفش وبواسطه يعني ربنا طبعا ودكتور عبد العزيز ما شاء الله جاب التوأم بالحقن المجهري. ومين تاني يا دكتور ابارك له؟ الحمد لله ده فضل ربنا علينا كتير. ده ايه ده يعني دول جزء طبعا التقرير ده فيه عندنا حضرتك حالات ياما بس مش هنلحق يعني زمن الفقره مش هيكفي. كنا بنتكلم عن بطانه الرحم المهاجره وحضرتك قلت الاعراض ايه؟ ايوه. طب ما في حاجه رعب بقى. اتفضل. كل البنات بتجيلهم الدوره الشهريه بالم فظيع. أيوة. فكده معناه ان كل يعني كل اللي جالها بالم سريع يبقى عندها بطانه رحم مهاجره؟ هو دي الناس بتفهمها غلط. أوه. ولازم نوضحها بشكل قوي جدا. كون الدوره تيجي عند البنوته الصغيره دهيت او السيده اللي هي ما انجبتش بالم ده علامه كويسه وميزه عندها ميزة؟ وتدلل ان عندها تبويض. بمعنى ايه؟ يعني هي السيده الطبيعيه او البنوته بتشعر ان في الام في جسمها، انتفاخ، الم في صدرها، الم اسفل الحوض، ويبقى اول ما ينزل البيريود اول يوم في شويه الام ومغص وفي الظهر، واول ما ينزل الدم تاني يوم الالم ده يروح ويبتدي تالت يوم خلاص وبدات تمارس حياتها طبيعيه. صح. ده الطبيعي وده معناه ان بيحدث تبويض عندها ودي حاجه تطمنا. بطانه الرحم غير كده خالص. بطانه الرحم سيده الفاضله هي عباره عن بطانه بدات تبقى موجوده في الغشاء البروتوني او على المبيض. ده عباره عن تبقى موجوده وتنتفخ بالدم. بمعنى ايه؟ يعني هي قبل ما تجيلها الدوره الحوض كله عندها مليان اوعيه دمويه فعندها الم اكتر شويه. لكن النقطه الجايه مهمه قوي ان مع نزول الحيض دي بتتحسن الطبيعي. طبيعي. لا دي كل ما يزيد الدم ويزيد الحيض الاكيس الدم ده بيبتدي يتملي دم ويبتدي ينتفخ. فالالام تبقى بشعه شديده جدا. تقول لي انا خدت كل المسكنات انا في نهايه الحيض ونهايه الدوره تقطع تمشي من عليا واطهر انا ما بقدرش اقف يعني بمشي حانيه ظهري. يعني فالم كل لما تبتدي اول ما يبتدي بعد حوالي 10 ايام الدم يمتص وامتصاصه خفيف. فتبتدي هي يعني ايه تتعايش مع الالم لكن ما بيروحش. الالام الموجوده على منتصف الشهر
تبتدي الدورة هتبتدي تيجي تاني، فيبتدي الآلام تبقى أكتر وتتحضر بألم شديد عندها. طب يا فندم، عندنا ثقافة كده إن ما ينفعش لو بنتي تعبانة أو جاء لدكتور أمراض نساء. أيوه. بنتكسف بقى، بنخاف، بنقول للناس تقول إيه، أنا هاخد بنتي لدكتور أمراض. نصيحتك إيه بقى؟ يعني عايزين العلم يتحكم فينا شوية عشان ما يحصلش مشاكل. لما يعني تفهم الأمهات، لما بنتك تحس بكذا أرجوكي هاتيها وتعالي. في نقطتين صراحة مهمين قوي قوي، يعني السؤال ده في منتهى الأهمية للسيدات وللنصيحة ليهم كلهم. في حاجتين مهمين قوي بالنسبة للبنات الصغيرين، الالتهابات لو جات لها دي مهمة جدا عشان حياتها الإنجابية بعد كده. ده مهم قوي، كون ان يبقى عندها التهابات أو آلام أسفل البطن أو إفرازات ريحتها كريهة، دي حافظي على بنوتك دهيت من ان يبتدي يحدث لها انسداد في الأنابيب بتاعتها أو يحدث لها التصاقات حوالين الأنابيب ويبقى عندها بعد كده تأخر إنجاب. النقطة التانية، الآلام اللي تيجي مع الدورة وتبتدي تنتهي وتخف مع نزول الحيض، دي آلام في صالح بنتك. تمام. دي معناها ان بنتك دي كويسة، دورتها منتظمة، التبويض كويس، لما تتجوز هيبقى الحياة الانجابية بتاعتها كويسة قوي. لكن البنوتة اللي بتزيد الدورة، تمشي الدورة والآلام تزيد معاها، لا، لو سمحتي هاتيها الدكتور بتاعك يكشف عليها ويقيمها هل عندها مشكلة زي بطانة الرحم تقدر ان هي تتداركها. برضه معلش عشان كلمه نكشف عليها دي، فهمهم ان في صناع، يعني صناع البطن يعني بتشف. أيوة. بيكشف بالزبط. يعني فهمهم برضه دكتور عشان يلاقوا يقول لك نكشف ازاي امراض نساء على البنات. ده مشكله، ودي ثقافه عامه. ودي برضه دور حضراتكم والاعلام. لا ده حضرتك اللي هتقول لنا دلوقتي، يعني تفهم الناس الكشف على البنت بيكون ازاي. فهو ده بيبقى بالسونار طبعا، سونار فوق الصوتيه. تمام. تمام. على البطن، نطمئن على الجهاز التناسلي اللي موجوده، بعض التحاليل ممكن تفيدنا. انت برضو لو احنا شكينا في شيء في الكشف نفسه، التاريخ المرضي، الكشف بالسونار، بعض التحاليل اللي تساعد ان احنا فعلا كل ما هيبقى التشخيص صحيح كل ما هيبقى فرص العلاج صحيح وتشخيص سريع وسليم وسليم. طبعا. طبعا. لا انا قصدي امتى اقول لا المسألة خطر وملهاش علاج، امتى حضرتك تقول كده؟ يعني دي بقى لينا بقى اكياس شوكليت سيست موجود على المبيض، لازم نطمن على مخزون المبيض عندها. لو نقدر ان احنا كحل امثل ليها ان هي تتشال الاكياس دهيت بالمنظار بحيث ما يحدث لهاش، بالمنظار للسيده طبعا. بمنظار جراحي. وده يبقى عندها قلل عندها الالام بشكل كبير جدا عن المسكنات بالنسبه لهذه السيده، ده هيبقى حل مثالي. تمام. بس بشرط برضو يكون مخزون المبيض اللي عندها يسمح بذلك. يعني ما تشيلش التكيسات اللي على المبيض وفي النهايه ينتج عنها مخزون مبيض قليل او ينتج عنها ضعف في مخزون المبيض وقدره الانجاب عندها. ده بقى كده. ايه محتاج ايه؟ محتاج ان دكتور يكون فاهم وواعي ودارس وعنده خبره زي حضرتك. مش اي حد يقول لي يلا نعمل كذا، لا يعني لازم يبقى مهم. يعني صاحب يعني خبره كبيره. طب هستأذن حضرتك نشوف بس شويه ريفيوهات كده ونشوف. تمام. صفحه قدامنا اهي، نصورها بالموبايل. مركز الكوثر، الاستاذ الدكتور عبد العزيز الدرويش، استاذ التوليد وامراض النساء واستشاري تاخر الانجاب والحقن المجهري. وفي برضو بعض ريفيوهات يا ريت نشوفها بسرعه. احسن دكتور في الدنيا، ربنا يبارك في حضرتك ويحسن ما بين ايديك. انا رحت عند الدكتور عبد العزيز درويش من كبار الاطباء الممتازين، وعشان اعمل حقن مجهري ما حصلش نصيب. ايه تاني؟ ربنا يوفق حضرتك، انا بتابع حضرتك في كل وقت مع اولادي وجزاك الله كل خير. ايه تاني؟ بالتوفيق دايما يا دكتور. يعني في عندي اسئله. طب انا حضرتك هتقول عليا يعني طماعة. طب انا عندي اسئله تانية كتير. تفضلي. والوقت بيخلص بسرعه. لا ما هو الوقت خلص. هل ممكن ابقى يعني سخيفه واطلب من حضرتك تشرفنا كمان يا فندم؟ تحت امرك. لا بجد ده حاجه تشرف. بس حضرتك من فضلك ما تقولش عليها الست الرخمه دي. تحت امرك. يعني مش بحرجك. لا يا فندم، انا والله عشان الناس. انت محبوبه الجماهير كلهم، ربنا يخلي حضرتك. لا والله حضرتك بتفيد الناس جدا جدا بالمعلومات العظيمه اللي انت بتقولها وبتطمنا ان كل حاجه ليها علاج. فضل الله عليك. الله يخليك فندم. للاسف الفقره دي خلصت والحلقه كمان خلصت. استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. سلام عليكم.